عاش أهالي مدينة سبها ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك على إيقاع فرقة الفجر الجديد للمألوف والموشحات، حيث استمع الساهرين إلى النوبة الليبية والحضراء إلى جانب القصائد الدينية والموشحات الأندلسية. مشاركة من فرقة الفجر الجديد للمألوف والموشحات في سهرة رمضانية من المدائح الدينية والأذكار ونوبات المألوف. هذه سهرة رمضانية يشارك فيها أعضاء الفرقة وللترحيب والتهليل بهذا الشهر الكريم. هذه الأمسيات الرمضانية وليالي الطرب تقرب سكان مدينة سبها لبعضهم، وإنها تدعم الحياة المدنية داخل المجتمع، إلى جانب أنها تبرز وجه المدينة الحقيقي التي جسدتها التظاهرات الثقافية خلال هذا الشهر الكريم، شهر التسامح والمحبة. طبعا الحفلات والأمسيات الرمضانية لها دور كبير في دعم الحياة المدنية داخل المجتمع ودار روح السلام والمحبة والوئام بين سكان المدينة. الحاضرين تفاعلوا مع الإنشاد والقصائد وأداء فنانين فرقة الفجر الجديد، خصوصا لبعض القصائد المعروفة مثل قصيدة المنفرجة، وهذا يؤكد أن فن المألوف والموشحات ولد في الأندلس وترعرع في ليبيا. رمضان كرنفودة، دبليو تي في، سبها.